من أجلها الثورة، يعني المشروع منع التغول، تغول أي حزب، ابقاء هذا المكان، رئاسة الجمهورية الصمام، صمام الأمان لتواصل الحريات، لتواصل الديمقراطية، لتواصل الحوار الوطني الحقيقي، صمام الأمان لمنع أي تغول أو أي عودة للاستبداد. أما أنه باش نفوضوا لهم أمرنا فأنا عندي تحفظ، والشعب التونسي هو اللي قرر. ليش؟ لأنه إذا كان حقيقة حدثيين ومنشكش في هذا وساهموا في بناء تونس الحديثة، فأنهم كانوا الخصوم المباشرين، وما نستعملش عبارات أخرى، للديمقراطية. لو مانيش وحدي أنا راب، حتى الناس اللي صوت يتسألوا ما هو نداء تونس، ما زلنا ما عرفناش. هاو باش نعرفوه في المجلس، وباش نشوفوا النغمات اللي هي باش تعبر على هالحزب هذايا. هل ترى فما انسجام، فما تناقضات؟ لأن في كل شيء هو في الحقيقة نستناه في هالحزب هذايا، هل ترى هو حزب وإلا تجمع؟ التغول، عندما أسمع يقولون لا نحن لا نريد التغول على السلطة، كيف يمكن عدم التغول عندما يكون رئيس الحكومة، عندما يكون رئيس المجلس البرلمان، عندما يكون رئيس الجمهورية من نفس الحزب، الحزب القديم، الحزب الذي أوصلنا إلى الانتخابات هذه؟ أخواتي إخواني، هو إعادة التوازن للمشهد بعد نتائج انتخابات 26 أكتوبر. أنا ما تحدثتش على التغول، أنا تحدثت على إمكانية يعني الهيمنة، وبالتدرج وقت اللي تولي المشهد السياسي والمؤسسات السلطة التنفيذية برأسيها يعني رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، السلطة التشريعية يوليوا منسجمين إلى حد كونهم يوليوا نفس الفكرة ونفس الكلمة ونفس التوجه، هذايا يشكل خطر على الديمقراطية.